إطار مشروع التعليم والمواكبة عن بعد، مجموعة مدارس نخبة طيبة تكثف الجهود وتضع رهن إشارتكم جميع الوسائل الضرورية التي من شأنها أن تساهم في إنجاح هذه العملية الجديدة. كل الشكر والامتنان إذن للفريق التربوي والفريق الإداري، والشكر موصول كذلك لتلامذتنا الأعزاء وآبائهم المحترمين على تفهمهم، التزامهم وكذا مشاركتهم. السلام عليكم أعزائي تلاميذ المستوى الثاني. لدينا المرجع في رحاب اللغة العربية، الوحدة السادسة، الأسبوع الثاني. لدينا مكون جديد، الكتابة. إذن الآن سنقوم بالتدرب على كتابة بعض الحروف في نفس المجال، مجال الحفلات والأعياد. سنتعرف على كتابة حروف متشابهة رسما. إذن لدينا حرف الفاء وحرف القاف، إذا لاحظوا أنهما يتشابهان في الرسم لكنهما يختلفان. لاحظوا أن حرف الفاء يتوفر على نقطة واحدة، بينما حرف القاف يتوفر على نقطتين. الهدف أعزائي من دراسة هذا المكون تعرف المتعلم والمتعلمة كيفية كتابة الحروف المتشابهة رسماً. إذن لدينا حرف الفاء والقاف، ونلاحظ أن هناك حروف متشابهة في الرسم، مثلا حرف العين والغين. إذا لنتمرن عن هذين الحرفين. إذا لاحظوا معي حرف الفاء في أول الكلمة، لاحظوا كيف يكتب. إذا نصعد بساقية واحدة، بينما الحرف الفاء في وسط الكلمة فهو يختلف عن حرف الفاء في أول الكلمة، إذن يكتب بهذا الشكل. الحرف الفاء في آخر الكلمة، لاحظوا كيف يكتب. إذن ننزل بساقية واحدة كما نلاحظ في الشكل. إذن نفس الشيء بالنسبة لحرف القاف في أول الكلمة، لاحظوا كيف يكتب، مثله مثل حرف الفاء. إذن لاحظوا أن حرف الفاء والقاف يختلفان فقط في النقط. حرف الفاء يتوفر على نقطة واحدة، بينما حرف القاف يتوفر على نقطتين. إذا لاحظوا حرف الفاء في أول الكلمة، مثلا فأر، جاء هذا الحرف في أول الكلمة. القاف مثلا قرد، جاء هذا الحرف في أول الكلمة. إذا لاحظوا حرف القاف في وسط الكلمة يتشابه مع حرف الفاء في وسط الكلمة، وحرف القاف في آخر الكلمة مثلا بطريق، إذن جاء الحرف في آخر الكلمة، إذن يكتب على هذا الشكل. إذن أعزائي لترسيخ هذا الدرس أعزائي سنقوم بعملية الكتابة. إذا لاحظوا حرف الفاء في آخر الكلمة، سنقوم بكتابتها في هذا السطر بشكل واضح وبخط جيد. نفس الشيء بالنسبة لحرف القاف، هل جاء في بداية الكلمة أم في وسط الكلمة أم في آخر الكلمة؟ نعم أعزائي، إن هذا الحرف في وسط الكلمة، إذا نكتبه هنا. ولاحظوا أن لدينا حرف القاف في آخر الكلمة، نكتبه كذلك هنا بخط واضح. بعد ذلك ننتقل للجملة التالية، قالت طامو الشجرة تلطف الهواء. لاحظوا أن هذه الجملة تتوفر على حرف القاف في بداية الكلمة
وكذلك على حرف الفاء في آخر الكلمة. إذا نقوم بكتابة هذه الجملة هنا بخط واضح. وشكرا أعزائي على حسن الإصغاء والإنصات.